النهارده كان بالمناسبه يعني واحنا بنتكلم السفير شريف عيسى سفير مصر في جنوب افريقيا كان عامل دعوه لبعثه النادي الاهلي النهارده في السفاره المصريه واستقبل الكابتن محمود الخطيب وبعثه النادي الاهلي. طبعا كابتن خطيب كان متواجد وتبادل دروع النادي الاهلي مع السفاره المصريه زي ما حضراتكم شايفين. خلينا نطلع نشوف ماذا حدث في السفاره المصريه وتبادل الدروع ما بين الكابتن خطيب والسفير شريف عيسى. مش عايز اقول قامه رياضيه بس، ولكن شعبيه ومدى حب الناس ليه قد ايه. كابتن محمود الخطيب اللي تاريخه يعني غني ان احنا نقعد نوصف فيه ونعيده ونزيده تاني، ولكن كابتن محمود من بدايات ما وعينا على كره القدم، واحنا بالفعل مش عاوز اكبر كابتن محمود، ولكن انا فعلا اتربيت على اسم كابتن محمود الخطيب، على احسن لاعب في افريقيا، كابتن منتخب مصر، وبعدين رئيس يعني النادي الاهلي، هذا النادي العريق اللي بيحتل القمه مش بس ما بين انديه الكره في مصر ولا في افريقيا، لا وفي العالم. اما الواحد بيبص على النادي الاهلي ويعرف ان هو اكثر النوادي حصولا على البطولات، فده مش من فراغ، هذا من مجهود مجلس اداره، رئيس نادي حريص على مصلحه النادي وعلى سمعه النادي اللي بيمثل البلد اللي احنا بنمثلها كلنا وبنرفع فيها علم مصر. وقيمنا الرياضيه واحترامنا للرياضه باعتبارها ان هي بالفعل جامع وليس مفرغ للناس. فانا مش هتكلم اكتر من كده، مش هقدر اقول في الكابتن محمود ما يكفيه حقه، ولكن مش عايز اقول اكتر من انا مش بس سعدت ولكن اتشرفت انا وزوجتي وابني وكل اعضاء السفاره وضيوفنا النهارده، شرفونا كلهم وتشرفنا بوجودهم، وربنا دايما يا كابتن محمود يديك الخير والصحه ويوفقكم ان شاء الله، وتبقى هذه المناسبة اللي احنا اجتمعنا فيها بداية الفرحة كبيرة يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بشكر سيادتك جدا جدا، ربنا يخليك. وانا افكر سيادتك بجنوب افريقيا بسيطة جدا ومتواضعة جدا، ولكن هتفكرك ان انت حضرتك شرفتنا في هذه البلد وشرفت سفارة مصر وشرفت بيت مصر يا فندم بزيارتك. بعد اذنك نهديها للنادي بقى. دي بسيطة جدا، فهي بالفعل يعني مقامها مش قد مقام النادي ولا حضرتك يا فندم. ربنا يخليك كابتن محمود، ربنا يخليك فندم. يعني الحقيقه يمكن حاجه بقى بسيطه جدا من ربنا يخليك يا فندم. انا بقى هستاذنكم بقى خلاص شاهد عليك، ربنا يخليك. حاجه بسيطه النادي انا اتشرف بيه يا فندم.